مساء الخير من تلفزيون لبنان ومن أسرة برنامج أمن حالك، منحييكم ومنديكم لمتابعة حلقة جديدة من البرنامج الأول من نوعه بنشر ثقافة التأمين بلبنان وبالعالم العربي. من 5 أشهر انطلقنا ببرنامج أمن حالك، ومن وقتها أسبوعياً عم نضوي على قطاع التأمين وعم نكتشف أهمية وجود تأمينات وتغطيات بتحمينا، بتحمي عائلاتنا ومجتمعنا وممتلكاتنا ومصالحنا من كل المخاطر المحيطة. من 5 أشهر عم نضوي على مواضيع مرتبطة بعالم التأمين، وأكيد شفنا قدي قطاع التأمين مهم جداً بتحريك العجلة الاقتصادية. أيضاً مع أصحاب الاختصاص والخبراء اللي صدفناهم ببرنامج أمن حالك، ناقشنا مشاكل ومطبات عم يمرق فيها قطاع التأمين. إذن مشاكل كتير وتحديات أكتر عم بيواجهها قطاع التأمين وكل العاملين بقطاع التأمين. اليوم رح نضوي بحلقة الليلة على كل هالمشاكل، سبق ويمكن ناقشناها ببعض الحلقات أو مرقنا عليها بشكل سريع، ولكن اليوم رح نسميها حلقة المشاكل. للأسف الشديد يعني اليوم حلقة مشاكل معك أستاذ روجيه ثابت ببرنامج أمن حالك. مساء الخير. حضرتك رئيس مجلس إدارة و مدير عام شركة يونايتد أشورنس، وأيضا حضرتك أيضا أمين المال بجمعية شركات الضمان بلبنان الأكال. منحييك بتلفزيون لبنان، وإن شاء الله تكون حلقتنا هيك تنتهي شوي ببصيص أمل مش كلها مشاكل. من مسيك أستاذ نادر ومن مسي ضيوفك، وإن شاء الله أقدر جاوبك عقد كل اللي مستنظره. يعني هيك بالبداية وبشكل سريع قبل ما نفوت بالمشاكل ونغوص بمشاكل قطاع التأمين، بشكل سريع وضع قطاع التأمين برأيك، هيك إذا بتعطينا برأيك. يعني أنا إذا بتسمح لي كبداية أعطي لمحة بسيطة عن تاريخ التأمين بلبنان. نعم. لنقدر نفهم الوضع يلي نحن فيه اليوم. تاريخ التأمين بلبنان عريق وقديم، إنما تطوره حديث كتير. أول شركات ولدت مع الاستقلال، كنا من أول شركات بالمنطقة. لا. من بعد الشركات اللي تأسست بفلسطين، لأن هونيك كانوا تحت إدارة إنجليزية والتأمين كان متطور أكتر عند الإنجليز من ما هو عند الفرنساوية. إنما مع أوائل السبعينات قاموا جماعة التأمين بمبادرة مميزة، وهي إنشاء الأكال، جمعية شركات الضمان بلبنان، يلي تأسست سنة 1971 من نخبة شباب كانوا مؤسساتية. وأنا كتير بشدد على هالصفة، وذوي الاختصاص وأصحاب رؤية كبيرة، وأدركوا أهمية القطاع وأدركوا مماشاته مع تطور صناعة البنوك وصناعة التأمين، وأرادوا ينشئوا شيء حديث يقدر يخدم لبنان ويخدم المنطقة. لسوء الحظ مع بداية الحرب تغيرت كل معالم الصناعة، صناعة التأمين بلبنان. كان في وكالات أجنبية، كل الوكالات الأجنبية العالمية كانت ممثلة بلبنان مع بضع شركات لبنانية. شهدت الحرب رحيل كل هالشركات الأجانب، ومعه شوي تطور شركات لبنانية. هالشركات اللبنانية تميزت بأوائل الثمانينات ولغاية التسعينات بما كان يسمى جروب ماد انتري ايكونوميك، الشركات المقبوضة. نعم. كانت شركات تتأسس من وراء حاجات اقتصادية لمجموعة رجال أعمال بفكر أنه بدل ما ندفع هالبواليس أو هالتأمينات لفلان ولعلتين، خلينا نجرب نعمل شركة بيناتنا ونجرب نوفر على حالنا هالأقساط. بهالخلفية فينا نقول وأجزم أنه الشركة بتضلها ضعيفة، بتضلها دون رؤية، وبتضلها ذات تطور محدود. أما الشركات اللي أنشئت مقبوضة من بنوك، كمان هيدي ميزة شوي الأسواق النامية، لأن بالدول الصناعية هن احتياطيات شركات التأمين يلي بتمول البنوك. بالدول النامية العكس هو المزبوط، بتصير البنوك عندها شركات تأمين مقبوضة.
وبما أنه البنك عم بيستعمل شركة التأمين كأداة لتطوير مصلحته رح تضل كمان شركة التأمين محدودة الأفق. هيدي بالحالتين شفنا أنه الرؤية المستقبلية بقيت محدودة والتأمين بقى تطوره ضئيل وكل هيدا ارتد على القطاع ككل. يعني حضرتك عم تحكي لأي سنة ضل التطور محدود؟ للتسعينات. ما بعدها صارت الفورة مثل ما بنقول. هل موضوع ارتد على القطاع ككل؟ نعم. على اللاعبين الأساس، على الكوادر وعلى المؤسسات ومنها الأكال. نعم. لأن الأكال ما هي غير مراية السوق. نعم. لكن هيدا الأكال بهالأثناء كانت تقوم بأعمال جبارة، أنشأت عدة مجمعات، أنشأت مجمع أخطار المصارف، أنشأت مجمع أخطار الهندسة، إنما دون رؤية عند اللاعبين، دون تقاطع ثقة ومصالح واستمرارية، صبحت العملية تبلش وما تعود يكون عندها خاتمة. نعم. عم نحكي لتاريخ هلأ ولا لا؟ لا تاريخ هلأ. لكن هلأ هيدي كل هيدي الأشياء اللي حكيت عنها حضرتك ولدت مشاكل كتير. أنا يلي حبيب كنت أقوله أنه هي هالعقلية يلي جابت شوي السوق على ركود، على منافسة عشوائية. رح نحكي عن هيدا أستاذ روجيه، رح نفوت أكتر بتفاصيل ليه صارت الأسواق، ليه أخذ طابع عن الأسواق التأمينية، ما بنعرف نحن شو بتنوصف مرات. رح نحكي كتير عن مشاكل التأمين، ولكن قبل رح ننتقل عن زميلتنا كريستين حداد باختصار، رح تخبرنا كمان عن أهم مشاكل التأمين اللي رح نغوص فيها بعد لحظات مع أستاذ روجيه. مساء الخير لك نادر ولضيفنا استاذ ثابت، اكيد لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا بهالحلقه من برنامج امن حالك. مثل كل القطاعات الماليه والاقتصاديه بلبنان، ايضا قطاع التامين عم بيواجه تحديات ومصاعب عم بتخلي تقدمه وازدهاره يكون بطيء نوعا ما. واكيد نحن بلبنان بحاجه لكثير من الوقت والجهد ولتكاتف كل الجهات المعنيه من وزاره الاقتصاد لجمعيه شركات الضمان لشركات التامين بحد ذاتها ولكل فرد بهالمجتمع مقتنع أنه التأمين انوجد لحمايته، لحماية عائلته وأيضا لحماية ممتلكاته وأعماله. من هون لازم ننطلق لحتى نشوف بالضبط شو هي أكثر الأمور والأسباب يلي عم بتأثر سلبا على قطاع التأمين والعمل على الحلول المتاحة لإعادة النشاط الفعلي لهالقطاع، وخاصة أنه عم بيساهم بشكل كتير ملحوظ بتحسين الحركة الاقتصادية بلبنان. إذا خلينا نشوف سريعا بقراءة سريعة لأهم الأسباب يلي عم بتأثر سلبا على قطاع التأمين وتطوره، ورح نبدأ بالسبب الأول. وأكيد كنا صرنا نعرف أنه لحد هلأ في استمرار بغياب الثقافة التأمينية الهادفة، وبتتجلى بعزوف فئات واسعة بين المجتمع عن إصدار بوالس التأمين بسبب عدم التقدير الجيد لطبيعة وأهمية العملية التأمينية ودورها الاقتصادي والاجتماعي المهم. فينا نقول بعبارة تانية أنه في نقص بالوعي التأميني لدى غالبية الناس. وبتوضح الأبحاث أنه نسبة كبيرة من المواطنين عندهم نظرة سلبية عن عملية التأمين، وبالنسبة لبعض الشركات التأمين بالنسبة لهم أنه شركات التأمين عم تحصل على أموالهم وتتهرب من مسؤولياتها لما بيقع الحادث. غير أنه كمان بطريقة تانية فينا نشوف أنه في بعض الأشخاص أو بعض المؤمنين عم بيقوموا بتزوير أو تركيب الحوادث، وبالتالي هذا الأمر عم بيؤدي على بطريقة لا حتى الشركات أنها تخسر كمان ببعض الأحوال. ثانياً كمان رح نحكي عن عدم وجود قوانين كافية وعديدة بتلزم أصحاب الأعمال على حمل بوالس التأمين أو على عمل بوالس التأمين، وحتى إذا وجدت ما عم بيكون في مراقبة فعلية من الجهات المختصة كرمال يتم تطبيق القانون ولا ملاحقة الأشخاص يلي عم يتهربوا من إصدار بوالس تأمين إن كان لإلهم أو للعمال أو على المصانع أو حتى التأمين الإلزامي على سياراتهم. أيضاً الأسباب يلي عم بيتأثر سلباً على هالقطاع في عدم وجود سياسات علمية واضحة لصياغة الأسعار، بالإضافة أنه بعض الشركات وضمن المنافسة الغير مدروسة بتقوم بتخفيض أسعارها بدون ما تكون حامية حالة أكيد مع معيد التأمين. هالأمر يلي عم بيؤدي لفقدان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها، أكيد نتيجة الخسائر الفاتحة يلي رح تتكبدها.
هون بدنا نشير لدور لجنة هيئة الرقابة على شركات الضمان بوزارة الاقتصاد لمتابعة هالشركات والحد من الأعمال يلي عم بتسيء لها القطاع. أيضا ما بدنا ننسى الجانب الديني للتأمين، حيث بيعتقد العديد من الأشخاص من أنه أموال التأمين حرام وبيتجنبوا التعامل مع شركات التأمين. أكيد هالأمر يلي عم بيؤدي لتقليص توسع وانتشار التأمين بشكل كتير كبير. أخيرا ما بدنا ننسى أنه الوضع الاقتصادي والأمني يلي يعتبر بالوقت الراهن من الأسباب الأكثر تأثيرا والأكثر سلبية على قطاع التأمين، فمع استمرار التدهور الحاصل بالوضع الأمني بلبنان وتوسع أبعاد عدم الاطمئنان، هالأمر عم بيأثر سلبا بشكل كتير كبير على ثقة المستثمرين والمستهلكين، وبالتالي رح ينجم عنه تراجع بالنشاط الاقتصادي بشكل كتير ملحوظ. أكيد مما سبق منستنتج بأنه الوضع الراهن لأداء سوق التأمين عم بيتراجع، أكيد إذا استمرت الحالة على هالوضع رح يكون أكثر تأزما. هون برأيك أستاذ روجيه ثابت، بدنا نعرف منك كيف تتوقع تكون السنة التأمينية سنة 2015 على مستوى لبنان؟ هل رح يكون في تحسن أم الوضع مثل ما قلنا إذا استمر بهذه الحالة رح يتراجع؟ يعني بصراحة التحسن مقرون ب عقلية معينة. هالعقلية إذا ما تزينت بنضوج أكتر، بوعي أكتر، وبأسس وحوافز أكتر، رح يضل السوق عم بيتراجع، ورح تضل نتائج شركات التأمين على هلاك. وبعد كم سنة رح نلاقي الشركات العربية عم تجي تلم وتحصد هالشركات الوطنية كل ثلاثة سوا، وكل معالم السوق بدأت تتغير لقلة الاحتياطيات، لقلة القدرة بالامتثال بالقوانين الجديدة وبالمعايرات الاقتصادية الجديدة. والرقابة شركة الرقابة على شركات التأمين ما هي إلا عم تعمل دورة، وعلى اللعيبة إنه يمتثلوا. أنا بدعي من هالمنبر كل العالم ترجع تعيد حساباتها. المواطن بالآخر ما بده إلا حقه، وشركات التأمين ما بده إلا حقه. أستاذ روجيه، بس حضرتك أنت هلأ موجود ببرنامج عم بيشاهدوه المشاهدين بكمية كبيرة، عم تحكي بطريقة عم بتعمم ولا في بعض الشركات هيك؟ نحن بنهي جايين نوضح بالبرنامج. أنا مني عم تقول ما في وعي بهذا القطاع. حتما ما في وعي بين اللعيبة. نعم. يعني أنا بعطيك مثل صغير أستاذ نادر، نهار يلي الدولة تاخد قرار بتأمين إلزامي للسيارة وبتحط لك حد أدنى وحد أقصى، مين جابر هالشركات تشتغل 5 مرات أدنى من الحد الأدنى تبعدين تتهرب من الحوادث؟ يعني حضرتك هون لكن عم نحكي على بعض الشركات مش كله، ما فينا نعمم كل شخص. بعض الشركات هي اللي عم بتخالف وهي اللي عم بتسيء للقطاع. مش عم بيخالف، هو عامل حساباته على هالشكل. بس بالنهاية الدولة فارضة سعر حضرتك وانتو بالأكال، هول الشركات منتسبين للأكال وهن عم بيحرقوا أسعارهم وعم بيبيعوها علنا. لجنة الرقابة وين دورة؟ بنحب نعرف من حضرتك الأكال وين دورة؟ كيف هالشركات عم بينزلوا من تسعيرة الدولة؟ استاذ نادر، بتبلش كمان بتربية المواطن. نعم. طب هالمواطن اللي عم بيروح بيشتري قدام نافذة الميكانيك هالبوليسة الإلزامية ب20 أو 25 ألف ليرة، طب هيدا شو مستنظر بال20 وال25 ألف ليرة؟ مستنظر إذا دق تليفون يلاقي حدا يجاوبه؟ طب حب يعمل هيك، قد ما توعيه، قد ما ترشده، قد ما تقله، هو مشانه كله مثل بعضه. يعني لازم نبدأ من المواطن. في كسل فكري غريب الشكل عند المواطن اللبناني. إذا اشترى تلفزيون جديد بكب الكتالوج بعيط لجاره يخبره كيف بيدور. نفس الشيء بالتأمين، بتباها إنه هو ما قري شيء، إنه هو عطاها لابن أخته وهو مسلم كل شيء. طب ابن اختك كويس وعسلامته ومشكور، طب بركي ما بيفهم كتير بهالموضوع، مين بده يدفع الثمن؟ لكن من وين لازم يبلش مثل ما بيقولوا التنظيم او الاصلاح؟ في نضوج عام، في اعادة تأهيل عام، في نفس جديد لازم يطلع. انا هيدا بنظري. نعم. اليوم طبيب عم بيعمل مال براكتس انشورنس وبيتباها انه عملها $50 كرمال تغطية $10,000. طب هالطبيب يا ترى عايز $10,000؟ يعني صرنا هو عم بيعملها مع خلفية انه اولتها واخرتها
هيدي عم بيعملها رفع عتب ما حدا راح يطاله لانه انطلبت منه صارت الزميه مش انطلبت منه عم بيعملها هيك رفع عتب لان عارف انه اولتها واخرتها ما حدا راح ياخذ قرار ضده لا ما هو اصلا الاطباء عم بيطلبوها منه بس نوضح للمشاهدين الحزب بدهم يسافروا لبرا يعملوا اي تريننج او مثلا او يشاركوا بس باي عم بحكي الاطباء لازم يعملوا هالبوليسه اللي عم بيمارسوا هون نعم. بلبنان لكن اذا عم نحكي عن بشريحه الاطباء يعني عم نحكي بالناس المتعلم الناس المثقفه اذا هن كمان المشكله موجوده فيهم كيف بدنا نحكي عن الانسان العادي المشكله موجوده عند الكل نعم حكينا بالمقدمه في قلة نضوج هل قلت النضوج عم بيعمل استحالة بالتقدم أرباح كل شركات التأمين بلبنان ما بيطلعوا قد نص ربح بنك واحد طب قطاع هو لا يقل أهمية عن القطاع المصرفي نعم طب شو السبب وقت الدولة بتقلك مليون سيارة كلهم إلزاميا بدهم يتأمنوا طب ليه ركدين على بعضكم لتكسروا أسعار بعضكم لتصيروا عم تاخدوها بعشرين ألف ليرة أنا لأقول لك المزبوط أنا من هاللعيبة شركتنا حجم وسط بأسف أقول لك أنا ما عم بفهم شيء نعم ليش انجبر ياخدها بعشرين ألف وليه انجبر ما يدفع الحادث بعدين شغلة التأمين إذا بدنا نحكي عن لجنة الرقابة شغلتها كتير كتير صعبة ترقبها لأن أساس كيانة أساس أدائة هو الأثيكس الأصول بالتعامل طب اليوم أنا خادمة أجنبية إذا أخذتها بأربعين دولار مرضت قطعت لها تيكت ووديتها تموت ببلادها نعم بس أنا تجاه وزارة الاقتصاد لسبب ما اضطرت تسافر نعم. قطعت لها التيكت وسفرتها يعني هلا إذا أخلاقيتك بتسمح لك تعمل هيك مش بأربعين خدها بثلاثين لان عارف انه رح تربح مصاري طب لنحدد المشاكل اول مشكله يعني عم بتواجه القطاع هي حرق الاسعار بطريقه غير مدروسه من بعض اللاعبين اللي سميتهم حضرتك لاعبين بقطاع التامين نعم يعني حرق الاسعار هو اللي عم بيودي ل مثل ما بنقول بيودي لاداء سيء بيودي لانطباع سيء لبعض الشركات نرجع منحدد اكيد بس نعم. بيعطي كمان بيعطي فكره عامه فكرة عن القطاع نعم. لان هالمتناولين بشكله شريحة كبيرة من المجتمع والكل راكد على الرخص وبقول لك كله مثل بعضه برأيك استاذ روجي الأكال ما فيها تلعب هون دور كتوقيع بروتوكول بين شركات التأمين يلتزموا بأسعار يكون في منافسة شريفة لسوء الحظ الأكال يلي بتسعى بكل الوسائل انه تدور الزوايا بتوصل لمحل هي كجمعية ما بتقدر منا نقابة نعم. توقف على التمني والتمني والتمني فحسب ما طالع بإيدها أكتر وبرأيك لجنة الرقابة بتعرف كل الدولة وكل اللبنانيين لجنة الرقابة بتعرف كل شيء وبتوقف على شغلة وحدة الكود اوف إثيكس إذا هالزلمة بده يتعاطى مع العالم بطريقة مش منطقية كيف بدها تلحقه اليوم أنت كمواطن بتعرف أنه ما لازم تكب هالورقة على الطريق بعدك عم بتكبها شو بحطه ورا كل مواطن سكلين ما بتزبط لا بس كمان طبيعي لازم يكون في ضابط للي بكب ورقه على الطريق ضابط مخالفه وبالخارج موجوده بخافوا يكبوا في منهم بحبوا يكبوا بس بخافوا يكبوا في ضوء احمر على الطريق نعم في واحد بخالف اثنين بخالفوا ثلاثه وقت ال 200 واحد بخالف وبيجي العسكري بده يحكي بلا مؤاخذه بيتجافصوا عليه بده يقول لك بلا هالشغله اتركهم يخالفوا وانا ماني قادر اعمل شيء بالاخير بس هي لازم يكون في محاسبه يعني الدوله ما فيها تقعد تتفرج نتمنى. على المخالفات بلا ما يكون نتمنى. في محاسبه نتمنى المحاسبه إنه... رح تيجي مع القوانين رح تصعب الرقابه رح تضيق اكثر يلي ماشي حسب الاصول بيكون ماشي حسب الاصول وبتصور ما بيكون عنده مشكله ويلي منه ماشي حسب الاصول في شي نهار بده يتحاسب نحن منقول تمني نعم. هلا اوقات بواقع الحياه ما في غير اللي ماشي برات الاصول اللي عم بتوفق ما بعرف المشاهد بده يعرف لكن نترك المشاهد يحلل هون ويوصل لخلاصه ايه. نحن رح نتوقف مع بريك ونرجع نتابع اكيد حلقه الليله من برنامج امن حالك لكم
مشاهدينا بعد هالوقفه الاعلانيه نحن متابعين معكم ببرنامج امن حالك. لكل اللي حابين يتواصلوا معنا بتقدروا اكيد تتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك امن حالك او تتصلوا فينا على رقم التليفون المخصص لبرنامج امن حالك يلي هو 70 166 919. اكيد الرقم عم يمرق قدامكم على الشاشه. كل الاشخاص اللي عندهم اي سؤال اكيد بيقدروا يتوجهوا فيه لنا ونحن باخر الحلقه بفقره الاسئله رح نجاوبكم على كل اسئلتكم. هون بدي ارجع بالسؤال لاستاذ روجي حتى اعرف كمان يعني في مشكله هلا موجوده دائما عم تخلق بين الشركات التابعه للبنوك والشركات المنفرده. برايك استاذ روجي بلبنان اي الشركات وضعها يمكن امن اكثر، هل هي الشركات التابعه للبنوك او الشركات الثانيه؟ انا بعتقد كل شركه ادائها ممتاز وكل شركه عم تشتغل ضمن الاصول بكون وضعها منيح. الشركات اكيد المملوكه من بنوك عندها حوافز وعندها أفانتاجات أكثر على غيرها، كون زبونات مأمنة، كون العروضات لا ترفض. هالشخص اللي جاي يشتري سيارة منه شايف إلا السيارة، ملزم بالبوليسة اللي مطروحة عليه، ما بيسأل يمكن كمان وين عم تنعمل، ما عنده خيار. نعم. ما عنده خيار. بس في شركات تابعة على بنوكي عم تترك الخيار قليل كتير، يعني بيضل يجيب لك عرض احلى من اللي معقول تحصل له. والاهم انه مصرياتها بينزلوا اوتوماتيك ديبت من حساب الزبون وما بيقعدوا بيركضوا ورا التحصيل. نعم. بس كمان مثل ما حضرتك قلت انه الشركه اللي ادائها مميز هي ما منا بحاجه تتابعها، لانه اذا بنطلع بالتوب 10 بافضل 10 شركات من بيناتهم تقريبا الاكثريه شركات مش تابعه لبنوكي. ماني من رايك 100%. انا بعطي مثل شركه السنا اللي هي من الشركات المميزه يلي زرعت 50 سنه بالسوق اللبناني. اجوا بسنتين شركتين بيشتغلوا الحياه سبقوها لانهم تابعين لبنوكي. بس يمكن ما فينا نقول لانه سبقوها لانه تابعين لبنوكي، بركي لانه ما رح نقيم اداء السنا هلا. لا بالعكس، كل الاحترام لهم، ولكن بركي صار عندهم اي تغيير بسياستهم. لا ابدا، اداء السنا عم بحكي بالنسبه للحياه، ما عم بحكي بالنسبه للجنرال. اداء السنا كان طول عمره مميز، السنا كانت تعتبر مدرسه. اجوا شركتين مملوكين من بنوكي كبار بسنتين تصدروا. بس ما خلقوا هالشركتين هلا، بركي بلا خلقوا من كم سنه. نعم اوكي، بكم سنه تصدروا الترتيب. يعني هذه مشكله من المشاكل كمان بين شركات التامين، هذا يمكن اللي ما عم بيوحد رايهم. شركات تابعه لبنوك، شركات التامين طالما بعدها ما بدها تعمل عمل جماعي، بعدها عم ترفض التجمعات مثل التجمع المصرفي او الهندسي او هالاشياء. البطاقه البرتقاليه وما غيره، طالما ما في حوكمه بين بعضهم، هيدي رح يضلوا عمل فردي، رح تضلها فوضى ورح تضلها لا حوكمه، وما رح يقدروا يمتثلوا مع القوانين الجديده. يلي بدأت توصل. رح نمشي باختصار. على كم مشكلة كمان ناخد رأيك فيهم، لكن في مشكلة كتير مهمة كمان بلبنان هي صناديق التعاضد. صناديق التعاضد عم تنتشر بشكل كتير كبير، وكمان عم تنافس شركات التأمين اللي بتقدم استشفاء رجعنا على اللاوعي عند الزبون. تعال فهموا انه هيدا مش شركة تأمين، هيدا صندوق تعاضد. ما بده يفهم، لأنه بده زبون هو الأرخص. نعم. طب هالصندوق التعاضد بيسوى يكون عنده إدارة حسنة وبسوى يكون عنده إدارة سيئة؟ لا عليه رقابة إلا من وزارة الزراعة يلي لا إلا ناء أو جمل بهالأعمال. وهش زلمي ماشي إذا كانت نيته طيبة لمصلحة هالعالم، وإذا كانت نيته عاطلة بيقولوا للعالم حظكن عاطل. نعم. وفي كمان لنحكي بشكل سريع عن وسيط التأمين البروكر، وخاصة الكبار اللي هني صاروا كمان منهم عم بيخلقوا برامج تأمينية ما بعرف تحت أي صفة، وأيضا البروكرز كمان صار عم بيقدموا خدمة زيادة لزباينهم الخاصين. خاص مع ذات الشركة بتشوف بروكر عم بيعطي أكسترا سيرفيس لزبون والبروكر الثاني ما عم بيعطي إياها، يعني صار مثل فتح حسابه البروكر. هاي بتلاقي هيدي مشكلة يعني. كل قوة البروكر مستمدة من الشركة اللي وراه. إذا ما في شركة وراه ما بيقدر يعمل شيء. أنا هيدا رأيي. واليوم هالشركات اللي عم تتزمر من هالبعض البروكر خليها ترجع تعيد حساباتها، هي فتحت لهم يعني هي اللي فتحت لهم.
برايك الزبون لما يكون في اثنين بيعرفوا بعض، واحد مأمن مع بروكر وواحد دايركت مع الشركه، البروكر مثل ما قلنا بيعطي مرات سيرفيس اكثر من الشركه، مثلا بيوصل السياره بياخذ السياره، هون برايك هي ما بتاثر كمان على كلها هيدي انا بتبعها للكسل الفكري وللفوضى وللطريقه اللي عم تنشغل فعلا، عم تاخذ السياره وعم بترد السياره على مسؤوليه مين؟ نعم على مسؤوليه مين؟ لا سمح الله كسر له اياها، لا سمح الله بعتها مع حدا ما يعني هول النقاط كثير مهمين، كل 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 النقاط الى حلول. نعم كل النقاط الى حلول، البدع التجاريه بده الواحد يهرب منها شوي، يعني انا بتذكر لازم تكون مدروسه برايك لما نوصل لحيط مزبوط. بواليس التامين الصحيه كانت كلها فيها ديدكتبل، نعم، وهيدي كانت تجعل المريض قبل ما يعمل العمليه يتناقش مع الحكيم، لان في اول 1500 دولار بده يحطها من جيبته، وهيدا الاصول وين ما كان بالعالم. هي بتخفف كمان من ال بتخفف من الفريكونسي ليفوت. هلا صار البدع التجاريه تنزل ال 1500 لل 1000 لل 500، بعدين انا عم بعطيك بوليسا بلا ديدكتبل، ركود عليها، صار بده عمليه ما بده عمليه فوت، ما معك تامين فوت اعملها. يعني مثل ما قلنا كل نقطه من هول النقاط حلقه، بس بعد بشكل سريع، الوضع الامني بلبنان، الوضع الامني بسوريا كمان اثر كثير كبير على شركات التامين وخاصه اللي عندها فروع بسوريا، وعلى تامين النقل البري. حتما كل الحركه التجاريه صارت تقريبا معدومه، كلها هيدي بواليس بحر بالناقص، بواليس استيراد، بواليس تصدير، كلها عم بتلاقي صعوبات كتير. نعم. في قطاعات شبه مشلولة، إنما بعدنا متأملين بالمستقبل، والقطاع بعده بأوله. أنا بعتقد جايي أيام حلوة كتير، ما بتأمل قانون أجار مثلا يطلع بعد اليوم ما يلحظ تأمين إلزامي للمنازل، ما بتقدر أنت اليوم تسكن منزل يحترق هالمنزل يودع جارك وتقول له لجارك والله حظك عاطل، شوف أنا مخروب بيتي. نعم. إلا ما يطلع حوافز لهالمواضيع، تصير الأمور مثل كل بلاد العالم، وأنا بلاقي القطاع بعد بينهض، إنما ما بعرف إذا مع زيت اللعيبة. يعني نحن بهيدي الجملة رح نختم، لأنه فيها كتير أمل وهيك بتعطي شوي بصيص أمل، يعني بنهاية هالحلقة اللي كانت كلها مشاكل. أستاذ روجيتا بت، حضرتك كنت بضيفنا ببرنامج أمن حالك، حضرتك رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة يونايتد أشورنس، وأيضا أمين المال في جمعية شركات الضمان في لبنان الأكل. شكرا لوجودك معنا. نحن رح نتوقف مع فاصل قصير، من بعدها مع الأسئلة السريعة والأجوبة. بكل حلقة عودناكم أن نكون بآخر فقرة من برنامج أمن حالك، يلي هي فقرة أسئلة المشاهد، يلي عم ناخد اتصالاتكم وأسئلتكم، ونحن عم نطرحها أكيد على الهواء لحتى الكل يكون عنده علم بالأجوبة يلي عم تنقال. دغري رح نبلش بأول سؤال نادر من المتابع سليم عيتاني، المشاهد يلي عم بيقول أنه التأمين الصحي غير مطابق وكتير بيأخروه بالمستشفى لما بيروح يعملوا فحوصات، مع أنه معه كارت التأمين وبيبرزوا بمكتب الدخول بس عم بيأخروه. أول شيء بدنا نوضح لكل المشاهدين وخاصة اللي بيحملوا كارت التأمين، إنه مش دائما، مش أول ما نفكر إنه أول ما نفوت على المختبر أو على المستشفى ومفرجي كارت التأمين دغري بيمشي وبيفتحوا له، يعني بيفرشوا له السجادة الحمراء بفوتوا بيعمل الفحوصات. أكيد في بروسيس بده يمشي فيه، ولكن مرات بيصير تأخير زيادة عن اللزوم، وعادة بيكون هيدا التأخير بيكون من المستشفى. نعم. لأنه نحن بنشتغل بقطاع التأمين ودائما بنلحق الكيس، وخاصة أنت يعني كريستين بيجوا لعندي كل ال بس هون لحتى نرجع نوضح أكيد للمشاهد أنه لما بيروح على المستشفى بده يبرز الكارت أكيد مع بطاقة، مع الاي دي، مع بطاقة الهوية، لحتى يتأكدوا أنه هيدا هو الشخص المزبوط. بعدين ما نحكي أنه في شركة مقدمي الخدمات يلي هيدا الشركة هي بده يصير عندها هون المتابعة، يعني في شركات عندها تي بي اي وفي شركات لوحدة بتحل الحوادث طبعا. ولكن دايما في إذا في تأخير يتصلوا بالرقم اللي موجود على بخلف الكارت أكيد، ودغري بيجاوبون وساعتها بيعرفوا من وين التأخير، ما يتكلوا على الجواب اللي بياخدوه بالمستشفى.
في عنا يورجو العلم بده يعرف التأمين ضد الغير شو هي تغطيته، شو بيغطي التأمين ضد الغير؟ يعني أهم تغطية التأمين ضد الغير اللي هي تغطية الأضرار المادية اللي نحن بنسببها لغيرنا بالسيارة. نعم. يعني إذا نحن فتنا حادث مع غيرنا بنغطي نسبة أدي حقها لنا، بيجي الخبير أول شيء بيحط بينزل التقرير النسبة المئوية اللي بيكون نحن الحق علينا فيها بنغطيها، شركتنا بتدفعها للشخص الثاني. وكمان يعني هيدا هو خبير محلف بيكون من قبل الشركة، هو يلا بيحط النسب مش شركة التأمين. يعني أنتوا لما بتتصلوا في أكيد أرقام الخبراء الموجودين لما بيصير حادث، على هالأساس بيتم معالجة الأمر. نحن بدنا نشير هون إنه في كتير عم بيجي اتصالات. نعم. بخصوص الخبراء ومشاكل مع الخبراء، يعني قريبا جدا رح نعمل حلقة عن الخبراء وندور عن هذا الموضوع لأنه كتير عم بيصير مشاكل. نعم. على الطرقات. كمان بس بدي أقوله ليورجو إنه تغطيات التأمين ضد الغير يعني هي بتغطي أكيد التأمين المادي لسقف معين، كمان فيها تكون في يكون إضافة تغطية السائق وأفراد العائلة كمان مشمولة في حال الطبابة أو في حال الوفاة أو العجز، فأكيد يعني هيدي في بعض الشركات بتقدمها، أنتوا تأكدوا إذا موجودة بقلب البوليسة، بالإضافة لأنه كمان عندكم تغطية خدمة الطوارئ اللي هي بتكون 24 و7 أيام بالأسبوع. نعم. ومذكر كمان إنه هون بغطوا أفراد العائلة الطبابة. نعم. لأنه الإلزامي ما بغطي العائلة، يعني السائق وأفراد عائلة. نعم، الإلزامي بتغطي الغير ما بتغطي. نعم. صاحب السيارة. هلا إذا فينا نعرف، في كمان سمر منصور عم تقلنا إنه بوليسة عندها بوليسة أوتولون تأمين شامل أخذته من المصرف، قال بهيدا التأمين مكتوب إنه عندها تغطية القطع الجديدة من الشركة، يعني depreciation on new spare parts هي مغطاية محطوط عندها. عم تسألنا عملت حادث الشركة رفضت إنها تغطي لها رفضت إنه تحط لها قطع جديدة، مع إنه هي عم بتقول عندها هذه التغطية موجودة بالبوليسة. هي عادة كل البواليس بتكون إنه الشركة إذا ما لقيت القطعة مستعملة بالسوق بتروح بتشتري لها القطعة جديدة، ولكن ما هي ما فيها تطلب من الشركة إنه تركب لها قطعة حتى جديدة. حتى لو عندها هيدي الخدمة أو هيدي التغطية، هي ما بتجبر الشركة إنها تحط قطعة جديدة. هي الشركة بتجبرها إذا أحبت. في هلا صار بواليس عم بتحط كريستين، يمكن ما فينا نحكي رايدرز أو تغطيات إضافية، ولكن أغلبية التغطيات هي إنه دائما الشركة بترجع لك الخسارة. بنرجع دائما بنكرر هذا الموضوع اللي صارت معنا. يعني إذا ما لقيت شركة قطعة مستعملة بحق ساعتها، بحق اذا اخذ هيدي التغطيه. نعم. بحطوا لها قطع جديده وما بتتحمل عليها نسبه، هون لحتى نقول انه. نعم. في نسبه مئويه بيتحملوها في حال بدهم يحطوا. نعم. قطع جديده. نعم. بس لحتى تقول هي بتكون 5% 10% باول سنه، من يعني اذا عمر السياره سنه او سنتين، وبعدين بتصير تزيد 5%. هيك يعني اغلبيه الشركات عم بيتعاملوا بهذا الاسلوب. يعني نرجع كمان بس بنذكر انه دائما البواليس بتختلف من شركه لثانيه، مثل ما ذكر ضيفنا لازم دائما نقرا شو الكونترال اللي مضيناه ونحن. نعم. بشو مغطيين، ونسال اذا مش فهمانين، لانه بالنهايه كمان مثل ما قلنا كل شركه يمكن تعمل سيرفيس او تعطي تغطيات اضافيه زياده. دائما نقرا البوليسه هيدي هي. ونرجع للشركه على رقم الكول. نعم. سنتر لحتى يعرفوا كل التفاصيل. ودائما بس يصير معكم مشكله اتصلوا اكيد بخدمه الزباين واشتكوا على اللي عمل لكم مشكله بالشركه، لانه دائما الشركات همها نرجع منكرر ما تخسر ولا زبون. نعم. نعم. يعني هيك بنوصل لختام حلقتنا نادر اليوم. نتمنى انه يلي عم يبعثوا لنا هالاسئله عم نقدر نجاوبهم بشكل واضح على كل اسئلتكم، واذا عندكم بعد اي شيء بدكم توضيح عليه فيكم اكيد تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك، اذا مثل ما قلنا عبر رقم التليفون الخاص بالبرنامج. اذا ضيفنا كان الاستاذ روجي ثابت، نحن بنتشكر متابعتكم لنا، يعطيكم العافية لفريق العمل أكيد ولمخرجنا، ونعطيكم موعد الأسبوع اللي جاي. إلى اللقاء وأمن حالك. إلى اللقاء.